عقب البطا يالله حيا من شاف زولك يا هنية غيبتك عني اثرت بي يا قلبي بس ارفق علي يا قلبي بس ارفق علي ارفق علي يا علي انت اليوم رحبوا معاي بضيفنا اليوم المنشد فهد العيباني. مرحبا فيك يا مرحبا يا ابو احمد. اتشرف انك تكون معاي اليوم. انا لي الشرف والله يا ابو احمد. والله على مبروك الساعه طال عمرك. تحيه لك ولاهلك كلهم. الله يرحم والديك. متى بديت قضيه الاناشيد والشيرات فهد؟ تقريبا من سنه ونص. ما شاء الله. هنا. يعني قريب يعني. تقريبا قريب. شلون بديت فيها يعني؟ شو اللي شجعك يا فهد؟ والله انا كنت اساسا انا كنت لاعب كره قدم. ايه. وبيني وبينك الرياضة عندنا أنت شايف الوضع شلون. فالشيلات بيني وبين الربع بالدوانية دي أخوي يوسف البطاح هو اللي خلاني أدش في المجال طبعا دعم الوالد فالحمد لله. شلون تعرفوا الناس عليك وعلى شيلاتك في حد؟ الحمد لله. هي هو توفي عندك حساب عندك انستغرام؟ أول شيء بالدوانية كنت بالدوانية عند أخوي يوسف فتعرف تسجيل فيديو ما فيديو الانستغرام بدايه كذي فبلشت بالشيلات اروح الاستديو واسجل شيلات الحمد لله توفيق من الله ورضا الوالدين هذا اللي الحمد لله وهذا اهم شيء. الحمد لله. الله يخلي لك والدتك الله يجزاك خير. مشكور. منو الاكثر شيء يدفعك انك تستمر يا فهد على المر يوجهك تجي لك اشعار شيلات من قاعد يوجهك يعني؟ اكيد الوالد ما لنا غنى عن الوالد واخوي يوسف العتيبي بعد والنعم والله استوى والنعم والنعم. زين نبي منك خلينا نقول شيله ولا عندك شيء وطني او شيء تبي تقول؟ والله شيله وطنيه ان شاء الله قريب كلمات اخوي الشاعر ماجد لفه والنعم وان شاء الله هالايام هذه ان شاء الله راح نسجلها لكن لحد الحين ما وصلت للكلمات لكن في فكره ان شاء الله. اسمع شيله حلوه ابشر حاضر المشاهدين بيسمعون من فهد. طبعا هذه الشيله الشاعر علي بن حمري يقول تكفون يا اللي تشوفون هبي شوفا كيف العمل لا مشى هتا ولا سمع خلوني يا حب خش ما والمسك فوفا لو كان أشوفه من الجمعة إلى الجمعة. هذه سحرتنا كذي لا تقطع بعد راسي يا ابو احمد تشرف والله. زين قلت اناشيد بعد عندك هي شيلات هي شيله نفسها هي شيلات لكن ينادون احنا منشدين فلحد الحين ما لقينا حل. لا والناس يقولوا اناشيد قلت له اناشيد لها باب في اناشيد اسلاميه صح اي الاناشيد لها طريقه صحيح. تحيه لاخونا الداعي راشد العفاسي لا اسلوبه وطريقه لا طريقته واخ عزيز يعني والشيلات لها جوها. الشيلات هي تعتبر تراث صحيح. تراث الباديه ف مثل السيارات قبل ما كان لا فيها لا تكييف ولا في شيء تطورت فاحنا طورنا فيها شوي. زين اليوم شبابنا وايد متجه للشيلات صحيح ليش؟ والله ابو احمد انا اشوفها صراحه بيني وبينك ابو احمد اشوفها ان استمتع في هالشغله هذه بيني وبين نفسي الحمد لله توفقت فيها الحمد لله. الحمد لله شيله حق شعراء تمنيت انك انت اللي سويتها وقلتها وحافظها هي الشيله هذه اللي قلتها شيله قبل شوي. زين شيله ثانيه بعد تامر امر حاضر الناس بتسمع ترى حاضر ترى الواحد لما يكون معنا صوت حلو مثلك الله يرحمه والطريق وادائك الحلو دائما الناس يقول خلي الضيف فيه بعد راسي مشكور. طبعا كلمات شاعر بتال يا لينا العود يا هجسي وقفاني مسيت بالخير و الأيام مذكورة ما تنسي العزيز ونصفي الثاني ومكانتك بالحشا ما هي بمخشورة لا تزعلك كثرتا شغالي من أزماني
سافرت يومين والاشغال مقدوره. الله صح صح يعني صح ابدنك طال يعني كلمات جميله وصوت جميل. تبي لك ساعه فهد انت مو بعد راح تشرف ادرك الساعات يا طالب الاعداد يجمع لي هالمنشدين الحلوين هذول ويستمتع وياهم. الله يرحم والديك. طموحك يا فهد؟ طموحي طال عمرك ان شاء الله اني اوصل للوطن العربي كله وللخليج بصوتك هذا ان شاء الله يحفظك يعني. الله يجزاك ان شاء الله بتوصل ان شاء الله ان شاء الله يا رب. وقبل ما نختم نسمع شيء منك حلو. بيني وبينك والله ابو احمد ما يحضرني شيء لكن ان شاء الله ان شاء الله هذه شيله غزليه كلمات اخوي الشاعر ماجد لفه. فتنة الحسن تبسم واحس اني بخير، تفرح النفس الحزينة وتجلع ماسها، بنتذر بين الفعايل هل المجد الكبير، الحرارة اللي يرد خبر نماسها. هذا اللي حافظ الله يعطيك طولة العمر وعسى الله يا فهد، وان شاء الله اشوفك في حلقات ثانية باذن الله. تشرف والله ابرك السلام. انا اللي الشرف طال عمرك. مشكور يا ابو المرشد فهد العيباني، شكرا لك على حضورك اليوم. عفو طال عمرك. اعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية فقرة ديوان الشباب، انتقل الان الى برنامج وجها لوجه، وراح يكون معاي ضيفي باذن الله مدير عام الهيئة العامة للصناعة المهندس عبد الكريم تقي عبد الكريم، وراح نتكلم عن الصناعة وتنويع مصادر وكثير من القضايا الصناعية. فاصل وارجع لكم.